مرحبا، عندنا اليوم نبات أو شجرة الهوسج أو عنب الذئب أو زعرور، نبات بري صحراوي ينبت في المناطق الجافة والمدارية، ينتشر في المناطق الرطبة الساحلية المسطحات الرسوبية والأراضي الحصوية، ويتركز في نجد وصحراء النفوذ والحجاز ومناطق المملكة العربية السعودية ووادي السرحان بالقرب من محافظة طبرجل، كما يتوفر في الكويت وفلسطين وفي صحراء النقب ووادي سيناء وليبيا. نبات طبي يستخدمونه القدماء على تشفية الجروح والتقرحات وبياض العيون والجذام والقروح والجرب والحكة وآثار حتى الحنة إذا أجنت بمئة واختضب بها وهو ينبت الشعر وثمره كذلك في أكل ما ذكر، ورماده يزيل القروح ويضر الطحال وتصلحه الكثير. يعني معلومات عربية أو كلام عربي وتصلح كثيرا. العموم يستخدمونه طبيا. طبعا نبات سام للإنسان والحيوان، بس شكل النبات في الفيديو زي ما تشاهدون تأكله الإبل. طبعا كل الأشجار مأكولة، الفروع تبعها بشكل مستمر يعني، بس في فروع طالعة جديدة زي ما تلاحظون. ذكر في الإنجيل في صفحة 16.7 طبعا نبات شوكي شبيه لنبات آخر اسمه نيتراريا ريتوسا، الاسم العلمي تبعه نيتراريا ريتوسا. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام.